أكد وزير الخارجية سامح شكري التزام مصر بوحدة العراق وسيادته على كامل أراضيه، وخلال لقائه مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي على هامش مؤتمر ميونخ للأمن، أعرب شكري عن استعداد مصر للإسهام في استعادة أمن واستقرار العراق في مرحلة ما بعد داعش. من جانبه أكد العبادي على اهتمام بلاده الخاص بتعزيز مجالات التعاون الاقتصادي مع مصر، مشددا على ضرورة استمرار التنسيق والتواصل بين القاهرة وبغداد. بهذا اللقاء يكون وزير الخارجية قد اختتم مشاركته في فعاليات مؤتمر ميونخ للأمن، والتي عقد خلالها قرابة 20 لقاء استعرض خلالها الرؤية المصرية تجاه العديد من القضايا.